في حاجة بقى دايماً تثير فضول الناس، هي المحاماة اللي بجد اللي في الحياة العملية، زي اللي بنشوفها في الأفلام، مرافعات كده كبيرة ورنانة، ولا الموضوع في الواقع؟ عايز أقول لك على حاجة بقى بالمناسبة. لما نيجي نتكلم على مرافعات الأساتذة، الأستاذ أحمد زكي الله يرحمه عمل مرافعة. أيوة، المرافعات المشهورة في السينما طبعاً، في ضد الحكومة مثلاً. والأستاذ أحمد عز عمل دور المحامي برضو، وعمل مرافعة هايلة. ما طبعاً غش منك. الأستاذ خالد النبوي برضو مرافعة كانت هايلة. أوكي. فلما نيجي نقول مرافعة الفنانين دول، الناس دي ذاكرت قوي. يعني واقعية؟ طبعاً مش طبعاً. مبالغة؟ لا مش مبالغة خالص. أوكي. المرافعة لما تيجي تشوفوا أحمد زكي في مرافعته، يعني تحس يعني بازدحام المحاكم دلوقتي وبالقضايا الكتير، عندكم وقت تترفعوا؟ طبعا. انا ليه بسال استاذ اشرف وبتك على السؤال ده؟ دور كده على النت هتلاقي مرافعات اشرف عبد العزيز، اعلى مشاهده. اتفرج عليه في حاجات كتير. وده ياخدني بقى اني اسال حضرتك على شق مهم جدا في مسيرتك المهنيه، هو انك محامي لمشاهير كتير جدا. الموضوع ده قد ما هو جميل، صعب جدا. صعب. اصعب حاجه انك تبقي محاميه فنان او مشهور. ليه؟ لانك اي غلطه يعني تتعمل او يحصل بتبقى في اعلاميه موجوده. وبالعكس اي نجاح بجون طبعا، والغلطه بفوره. طبعا. ايوه، وجهه نظرك صح. يعني لما تيجي تتكلمي على قضية نكسبناها، طبعا بتبقى يعني في الإعلام صدى كبير. ولكن الخسارة اللي أنا بخاف منها طبعا، والحمد لله ما حصلتش في بالنسبة للفنانين دي، نقدر نقول إن هي صداها الغلطة الصغيرة صداها وحش جدا. غريبة قوي إن حضرتك بتقول لي ما حصلتش. ما حصلتش الحمد لله، يعني في قطاع كبير من الناس، لكن هو المحامي ما بيخسرش قضايا؟ مين قال؟ طب ما ازاي؟ ما تفهمنا بقى ازاي؟ زي ما في مكسب زي ما في خساره. ولكن انا عايز اقول لحياتك على حاجه. الفشل بيبقى وقتي، وتبداي تبص تاني في الورق وتدرسي تاني في الورق وتشتغلي تاني من جديد. عندك بقى استئناف وعندك نقد، فالكلام ده كله الفشل ما توقفيش عليه. يعني وارد يعني المحامي يغلط. طب لا، مش يغلط، يخسر. لكن يغلط دي يعني ما مش بيبقى خسر عشان غلط، ولا لا مش ولا ملابسات القضيه تفاصيل. هو بذل قصارى جهده ولم ياتي بنتيجه.